بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده نشوف مع بعض برنامج اسمه اوبن شوت فيديو اديتور. ده برنامج اوبن سورس ومجاني. اجي انا الملف واقول له انا عايز اعمل مشروع جديد او افتح مشروع لو انا كنت اشتغلت على مشروع قبل كده. هنا مساحه عرض الفيديو، هنا تايم لينير، ببدا اضيف هنا الملفات، الصوت، ملفات الفيديو والصور زي ما انا عايز. اجي هنا في ملفات المشروع واقول له استيراد ملفات، وابدا اختار الحاجه اللي انا عايزها، اختار بعض الصور واختار بعض الفيديوهات البسيطة واقول له اوبن، فتبدأ تظهر معايا. هبدأ اقول له الفيديو ده احطه لي هنا، اسحب احط الفيديو، احط واحد تاني، ابقى مشغل زرار التفاعل اللي هو عامله زي المغناطيس دوت، بحيث ان هما الاتنين يجوا ورا بعض على طول. لو انا عايز اضيف صورة، عايز اعمل زوم على حاجة، اصغر حاجة اهوت، عايز اضيف الصورة دي مثلا، هسحب برضو احطها هنا. اقدر اتحكم في الوقت اللي هتظهر في الصورة ديت بالشكل دوت. دلوقتي لو انا عايز اقطع الفيديو، هاجي هنا على علامة المقص دوت، وهاجي اروح دايس مرتين في الحتة ديت عشان يبدأ يقطع لي الفيديو بالشكل دوت. تقدر تسحب بعد كده الفيديو ده بعيد عن دوت، او تلغي واحد فيهم، مش اي مشاكل خالص. تقدر تعمل بس سيلكت على الفيديو، تلاقي نفسك بتحركه زي ما انت عايز، تمام. تقدر تعمل له ديليت، يعني ليك حرية الحركة فيه زي ما انت عايز. تقدر تحط ملفات صوت، تقدر تتحكم في ملف الصوت نفسه، ملف الفيديو لو انت عايز تعلي الصوت، تدفي الصوت، تعمل التوقيت بتاعه هيظهر ازاي، المظهر بتاعه ممكن تكبره وتصغره، ممكن تعمل له تدوير زي ما انت عايز. ليك مطلق الحرية ان انت تتحكم في الفيديو دوت هيبقى عامل ازاي. تقدر تعمل مؤثرات ليه زي ما انت عايز. لو انت عايز تعمل مؤثرات انتقالية، بتيجي هنا وتختار المؤثر الانتقالي، تبدأ تسحب تعمل مؤثر انتقالي زي ما انت عايز. بالشكل دوت تقدر تضيف مؤثرات زي مثلا ضباب مثلا على الفيديو اللي انت عايزه، او كروما. تقدر في اي وقت تخفي المؤثر دوت، انت تدوس عليه، تقدر تطلق فيه لإزالة التأثير اوت. تعال نشوف المؤثر ده عشان النار. او بيعمل لك مؤثرات للانتقال من فيديو لفيديو، تمام. لما تخلص خالص بقى هتقول له انا عايز اعمل تصدير للفيديو، ايه الصيغ اللي انت عايز تصدر بيها، هيبقى ام بي 4 ولا هتخليه اي في اي ولا ام او في ولا او جي جي. او جي ده حاجة اوبن سورس. الجودة عايزها مرتفع منخفض زي ما انت عايز، تقول تصدير الفيديو، فهو يبدأ يصدر لك الفيديو دوت بحيث تبدأ ترفعه على اليوتيوب او على الفيسبوك او اي حاجة. زي ما انت شايف البرنامج بسيط جدا وسهل، والواجهة بتاعته فيه واجهة عربي وانجليزي وفرنساوي زي ما انت عايز.